السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو جديد نهضر لكم على الوحش الجديد المغربي اللي هو سيارة غيات اللي دخلت مؤخرا الاسطول ديال الامن الوطني. قبل ما نهضر لكم على هذه السيارة، هذه الناس اللي عندهم شوية الوقت وبغاو يتفرجوا في المعرض كامل، راه درت لكم واحد الفيديو فيه تقريبا 48 دقيقة. الناس اللي بغاو يتفرجوا فيه غتلقاوه يا هنا يا في الاخر ديال الفيديو ولا اول كومونتير. شدوا شي بريريد اتاي ولا شي عصير ولا شي قهوه وتفرجوا فيه كامل. الناس اللي بغات تعرف التفاصيل ديال المعرض ديال الامن الوطني، انني ساكن في اكادير ومشيت ليه، صورت لكم يومين تقريبا ديال التصوير اللي صور. المهم الفيديو راه كاين في القناه ديالي في 48 دقيقه، فيه جميع التفاصيل اللي دازت في المعرض كاينه في داك الفيديو. باش ما تبقاوش تمشوا تقلبوا هنا وهنا، راه المهم فيديو كامل جمعت لكم فيه كل شيء، فيه العروض القتاليه، فيه الاسلحه باش كيخدموا الطوموبيلات، باش كيخدموا كل شيء. كيف ما قلت لكم نهضروا اليوم على السياره غيات اللي دخلت الاسطول ديال الامن الوطني، نهضروا على المميزات ديالها والحوايج اللي فيها جداد على المغاربه. المهم نعطيكم كاع داكشي اللي فيها والتفاصيل ديالها. في المعرض ديال اكادير ان جابوا طوموبيله جديده اللي سميتها غيات، وديجا كانت في هذه الغيات هذه كاينه في الامارات، خدامين بها في الامارات، الشرطه ديال الامارات خدامين بها، جابوها دابا حتى للمغرب. عندها ان شاء الله واحد 6 شهور ديال التيست، يعني 6 شهور ديال التيست عاد ديك الساعات غادي يخرجوها للشارع. المميزات ديال هاد السياره هذه انها مضاده للرصاص، يعني حتى من برا كيف ما تشوفوا في التصاور ولا في الفيديو اللي صورت لكم في المعرض، مضاده للرصاص، يعني حتى البوليس اللي غيكونوا وسطا الا كان شي تبادل اطلاق النار ولا شي حاجه راه ما يوقع له والو، ما يوقع لهم هما والو، يعني محميين 100% من الداخل. الحاجه اللي طارت الاستغراب ديال بزاف الناس انها فيها 13 كاميرا، فيها 11 كاميرا على برا وجوج لداخل. دوك 11 كاميرا اللي على برا فيها دي كاميرا وفيها حساسات. نهضر لكم على لي كاميرا ديال برا شنو كيشدوا. لي كاميرا ديال برا كتصور 360 درجة، يعني كتصور المحيط ديالها كامل. هاد الكاميرات كيسجلوا المخالفات، يعني إلا كنتي غادي في الطريق وهي وراك ولا في الجنب ديالك ولا قدام ديالك، راه غادي تصور إلا درتي شي مخالفة، بحال مثلا دزتي في الضوء حمار، إلا درتي شي مخالفة في المدينة راه غادي، إلا دازت حداك وشداتك راه غتقيد لك المخالفة. يعني بحال دوك لي كاميرا في مثابة دي رادار ومن طون كاميرا ورادار، يعني اي حاجه دازت حداها دارت مخالفه راه كتسجلها وكتمشي ديريكت للبوست ديال البوليس. لي كاميرا اللي لداخل فيهم دي كاميرا وحساسات حتى هما، يعني الشيفور الى نعاس الى وقعت شي حاجه، يعني كتعلم السونترال ان داك الشخص اللي في ديك السياره انه وقع عليه شي حاجه، حيت هاد السياره هذه مدعمه بال4G و5G، يعني كاع داكشي اللي كيدور فيها كيكون في السونترال، يعني في مركز التحكم كيطلعوا في السونترال ولا مركز المراقبه ديال ديك المدينه. كيف ما قلت لكم هاد السياره هادي مدرعه جديده، يعني غادي تنفع بزاف الناس ديال الشرطه انهم غادي تحيد عليهم بزاف الحوايج، يعني حتى الناس اللي روشيرشي كتجبدهم. يعني مثلا واحد السيد روشيرشي وهربان ودايز هذيك الطوموبيل وحتى الوجوه كتشدهم، يعني دوك لي كاميرا كيشدوا كما قلت لكم مخالفات وحتى الوجوه ديال الناس. يعني مثلا كنتي روشيرشي كتقرا الوجه ديالك، كديكلاري ليهم انه راه هذا السيد اللي غادي هنايا وفي هذه البلاصه راه روشيرشي، كطلع لهم في لي زيكرون فيها لداخل بزاف لي زيكرون، يعني التحكم ديالها سلس، فيها التولكي وولكي اللي كاين لداخل، يعني بزاف الحوايج اللي فيها لداخل. انا دابا كنهضر ونطلع لكم فيديوهات ديالها باش تفهموا دوك اللي صورت في المعرض. انا ما بغيتش نجيب لكم فيديوهات ديال الامارات ونبقى نهضر عليهم، انا مشيت حتى لتما وصورتها لكم باش حتى الناس يعرفوا انها سياره مغربيه. ما نجيب لكم فيديو ديال الامارات فيه اللوغو ديال الامارات والسميه ديال الامارات، البلاكه ديال الامارات، انا مشيت صورت لكم السياره المغربيه اللي كانت في معرض اكادير. بهاد الحوايج اللي فيها ما كاينينش عند بزاف الدول، الحمد لله ان المغرب قدر انه يجيبها وغادي تولي اوفيسيال في المغرب، انها تعاون البوليس بزاف في الخدمه ديالهم، يعني غتسهل عليهم بزاف الماموريه ديال بزاف الحوايج. وكيف ما قلت لكم ان المغرب محظوظ انه قدر يجيب بحال هاد لي زيكيبمون هادو السلك ديال الامن الوطني اللي ما كايناش عند بزاف الدول، لا الدول في افريقيا لا في بزاف المناطق اخرى ما عندهمش هاد السياره هادي. وكيف ما عارفين نتوما جاي كاس افريقيا، جاي كاس العالم ان شاء الله في المغرب، يعني هاد الحوايج هادو كيشجعوا الناس على ان راه المغرب بلد امن، يعني ما يخافوا والو الى جاو للمغرب. حتى حنا الحمد لله راه فرحانين بهذا الشيء اللي كاين في المغرب دابا حاليا،
الحمد لله من ناحية الأمن والأمان راه الحمد لله وشاكرين، راه الأمن داير أكثر من خدمته، والناس اللي حضروا المعرض غيشوفوا لي زيكيبمون، حتى الناس اللي خدامين في البوليس بزاف، كاينة الشرطة القضائية، الشرطة، القوات الخاصة، بزاف الفروع اللي كاينة في الأمن الوطني اللي ساهرين على حماية هذا البلد هذا وحماية المواطنين. المهم هذا الشيء اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى انه عجبكم وعطيتكم بعض التفاصيل على الطوموبيل هذه. كيف ما قلت لكم، الناس اللي عندهم شويه الوقت وبغاو يتفرجوا في المعرض كامل راه غتلقاوه في دابا، فيطلع لكم هنا في الاخر الفيديو. هذا ما كان في هذا الفيديو، تهلاو في راسكم.